ودير في بالك باللي كل واحد راح يوقف على الحق راح يجوا اعداء الله يعطوا له تهمه. اي وقت اي لحظه حتى اليوم القيامه اعداء الله الذين هم اهل الباطل دائما يحاربوا اهل الحق، ومحاربتهم لاهل الحق ما راحش يجي يقول لك انا عندي الحق وروح نعطيك الدليل. هو ما عندوش دليل، هو عارف روحه غلط. وش يقول لك هذا الانسان؟ راح يقول لك كلمه واحده، انت مجنون، انت فيك، انت كذا، انت متشدد، انت ارهابي، انت فيك هكذا. لازم لك تهمه. ولذلك شوف من نهار خلق ربي الدنيا الى يومنا هذا ونض صراع ما بين الحق والباطل. اهل الباطل عمرهم ما قالوا روح نتناقشوها والدليل، هاو الدليل، دائما ساحر مجنون فيك وفيك وفيك وفيك. هذا ما كان، هو عباره عن سب وشتم وعباره عن افتراءات وخلاص. هذا ما كان. لو كان الانسان يعاود ينظر ويشوف ويشوف اهل الحق يلقى احنا ديننا ما فيش سب. احنا ممنوع ما تكون على حق، نتايا راك على حق، ما تسبش، ما عندكش هكذا الحاله تقدر تسب فيها. وما تعيرش، احنا الدين تاعنا ما يعيرش وما يسبش وما يستهزاش حتى ولو واحد من اهل الباطل. كاش النهار شفت الرسول عليه الصلاه والسلام استهزى بانسان؟ ما كاش، ما يستهزاش. حتى وانت راك على حق وهو على باطل ما تستهزاش به. احنا ديننا دين يحترم الناس، ولا يوجد الدين يتعامل بهذه المعامله، ما كاش. ربي عز وجل قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هما يدعون من دون الله يعني او يدعي، ما تسبلوش الاله نتاعو. قال الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله اذا سب لك النصراني محمدا صلى الله عليه وسلم فلا تسب له عيسى. احنا ما نسبوش، احنا ديننا ماشي تاع سب. ولذلك اشوف الناس اللي راهم الناس اللي تعلق في الفيسبوك على مسائل فقهيه احيانا يدخلوا يتكلموا على زكاه الفطر ولا اي مساله يخالفهم كاش واحد يبدا يسبوا في هذاك الانسان اللي يتكلم، ولا يسبوا بعضهم في الداخل التعليقات، ولا يرد عليه واحد يبدا يسب فيه. يعني واحد الشيء يقول لك هذا الانسان يقول لك بلي انا راني انتصر لنفسي ماشي للدين، وتفيق له بعد ذلك بانه مراهق مسكين. ولهذا الانسان يكون على حق ما يسبش. السب راهو عندهم هما اهل الباطل، احنا ما عندناش. احنا نبينوا الحق والقدام. اتقبل الانسان ما تقبلش امره عند الله سبحانه وتعالى.